بالرغم من استفادة مدينة المنصورة النائية والتي تقع في المنطقة الجنوبية لولاية غردايا من مشاريع تنموية كثيرة جسدت خلال السنتين الماضيتين والتي ساهمت في مساعدة هذه البلدية من الخروج من التهميش، إلا أن سكان هذه المنطقة البسطاء ينتظرون الكثير من التقسيم الإداري الجديد. التقرير لعاصم بخاري ووردة أقشيش. بالرغم من استفادة مدينة منصورة النائية الواقعة بولاية غردايا من مشاريع تنموية كثيرة والتي ساهمت في مساعدة هذه البلدية للخروج من التهميش، إلا أن سكانها ينتظرون الكثير من التقسيم الإداري الجديد خاصة في الشق الفلاحي. احنا نباركوا لأهل المناعة، نباركوا لهم إن شاء الله بالولاية، وإن شاء الله نتمناو احنا كما دائرة المنصورة ان شاء الله نكونوا بخير معهم. احنا ربما التقسيم الاداري للمناعه تفيدنا خير من غردايا في اطار 12 بلديه، ربما اربع بلديات نستفادوا خير. كاين حوايج اللي عندنا ما تخرج لناش من الولايه من قوه القاشي والبلديه. يلزم الفلاحه ندعموا منها من الماء، احنا راه المياه كلي خاصتنا شوي الفلاحه، لازم الدوله تدعمنا به. من جهته رئيس بلدية المنصورة أكد أن التقسيم الإداري الجديد سيضاعف من المشاريع التنموية خاصة التي ستخص قطاع الري، مضيفا أن البلدية تمكنت خلال السنتين الماضيتين من تجسيد مشاريع كثيرة ظهرت في الميدان. درك احنا تنمويا إذا كان التنمية الجزء نتاعها يتزاد أضعاف المضاعفة على اللي كانت عليها، يا خويا احنا نرحبوا بالقرار الرئاسي هذا، والحمد لله في الفترة الوجيزة في عامين هذه تحصلت البلدية على عدة مشاريع وراها بانت في الميدان. وإن شاء الله نتمنى المزيد، لخطر عليها المنصورة هذه بعد الأحياء هي اللي خلاها ما تبانش المشاريع نتاعها. تعيين المنصورة كولاية منتدبة من شأنها أن تخرج سكانها من حيز التهميش وتحسن الوضع المعيشي لهم.